فاطمة يا الله يا بنتي، ما شاء الله عليك، انت سريعة، نفسي يبغى ينقطع العم. سلامتك يا عمي. الله يسلمك ان شاء الله. اقول ان شاء الله موعدنا مثل ما هو. انا تراني بنتظرك في الدكان عشان نصير مع بعض المحكمة وتسوي لي التوكيل. تبى الصدق يا عمي؟ انا مترددة من سالفة التوكيل هذا، خاصة بعد الكلام اللي قالته امي عنك من شوية. يعني ايش؟ يعني ما كنت مصدقتني يا فاطمة؟ حاشا والله يا عمي، انا مصدقتنك. الدليل اني جيت عندك الدكان اكثر من مرة عشان اكلم غسان، لكني ما كلمته ولا مرة، ما اعرف هو في ايش يفكر. هو لحد الحين حتى ما جبيت عشان يخطبني. ولا يهمك يا بنتي، ان شاء الله بيجي. اذا ما جه الاسبوع ايجي الاسبوع القادم ويخطبش، وتتذكرين كلامي بعد. نعم. بس انت عاد يا بنتي خلصين موضوع التوكيل هاي، خلص نرتاح. تعالي بعد شيء واحد، محصل لك على قطعة أرض برخص التراب، تسوي لك فيها بيت أنت وغسان وترتاحون، وتسوي لكم مزرعة كبيرة وجديدة مثل المزارع اللي نشوفها. صحيح يا عمي؟ إلا صحيح، وستين صحيح بعد. وإذا تبغى تشوفينه خلينا نصير مع بعض تو نشوفه على الطبيعة. لا يا عمي، خليها لوقت ثاني، والتوكيل أنا بعطيك إياه أول ما يجي غسان عندنا البيت. وبعدين يا عمي لا تنتظرني اليوم، لأني ما قيمة أجي عندك الدكان، فملا. ايش الحظ الردي، ايش الحظ. لكن ما عليه، مفتاح اللعبة بعد بيتي، ونشوف من اللي بينتصر في الآخر. يعني ما قلت لي متى بتروح البلد؟ الخميس القادم ان شاء الله. بس ليش سألت السؤال؟ يعني ما تعرف؟ يعني بتشتاقيني يا منى؟ ما اعرف، اسأل قلبك وهو يجاوبك. اذا كان على قلبي فقلبي يقول اشياء كثيرة كثيرة. يعني بتفتح موضوعنا مع اهلك؟ ولا ليش انا رايح من الاساس يعني؟ ما تخاف تكون تسرعت في اختيارك وانك تندم في المستقبل لانك تزوجتني مثلا؟ ايش لازمة هذا الكلام الحين يا منى؟ انت اختياري، انا اختيار قلبي وعقلي وكل جوارحي، ما حد فرضنا عليش يا منى، هذا اختياري ومستحيل اندم على اختيار انا اخترته، الا اذا كنت انت عاد تريدي تتراجعي عني. معقولة؟ معقولة الكلام؟ ما انت اللي ابتديتي بالسؤال اول شيء، ولازم ارجع لك اياه. اخاف من تشوف بنت عمك تنساني. اوه، هذا غيره مبكره يعني. انزين، اريدك كل الساعه تتصل فيني حتى تطمن انه ما حد خطفك مني. من هالناحيه تطمني. تتذكر الصفحه اللي صفعتيني اياها اخر مره؟ هي اللي خلتني اتمسك فيش اكثر واكثر. يعني الحين تريد صفحه ثانيه حتى ما تنساني؟ يا ريت والله. إن شاء الله تنقطع إيدي ولا مدها عليك. سلامتك وسلامة إيدك. يعني إيش؟ يعني عبد العزيز حسب ما قال في اتصال الهاتفي إنه رفع عليك قضية في المحكمة، يعني راح يستدعوك عشان يعرفون أقوالك. يا الله، بعد كل هذه السنين أرجع وأدخل المحكمة مرة ثانية علشان أدافع عن نفسي. خلاص يا أم أمين، لا تشيلي هم ولا تضايقي نفسك.
هذا الموضوع راح ينتهي على خير إن شاء الله. أنا يا عبد الحميد ما خايفة من حكم المحكمة، بس أنا مجرد وجودي في المحكمة للمرة الثانية هذا اللي مضايقني. معنى هذا لازم تكوني مهيئة نفسيا، لأن في أي لحظة من اللحظات راح يطلبونك، ولازم تكون أعصابك هادية تماما. عبد الحميد يا ريتك لو تكون معي وما تتخلى عني. خطوة بخطوة أكون معاك، بس المهم أنت تكوني معي. بس أنت وينك طول هذه السنين؟ ليش ما صارحتني؟ ليش اللي كان رابط لسانك؟ صورة المرحوم اللي معلقة هناك، أني كل ما أبي أفتح الموضوع صدري عنه وأحس أني أسوي شيء غلط، لكن بعد ما وقعت الصورة تجدد الأمل عندي. قولي لي رأيك يا سمير. عبد الحميد صعب اني اقول لك رايي الان، يا ريت لو احنا ناجل الكلام في هذا الموضوع، لان كنت ادرى بالمشاكل المحيطه حوالي الان. صعب. على راحتك يا سميره، على راحتك، وانا اوعدك اني ما راح افتح الموضوع مره ثانيه الى ما غايه ما ننتهي من عبد العزيز ومشاكله. لكن ثقي اني انا متمسك فيك يا سميرة. اذا كان على الفلوس ما مشكلة، الفلوس موجودة، وطمن الشباب. يلا يلا مع السلامة. بعدين اتفق الموضوع. يلا مع السلامة. انت ما تشبع من الكلام في التليفون؟ مثلك انت اللي دائما ما تشبعين من السرحان وقافله باب غرفتك، تقدري تقولي لي ايش اللي في تفكيرك؟ ايش اللي شاغل بالك؟ انت ايش يخصك؟ وبعدين كيف تتدخل في شؤون اللي اكبر منك؟ ولا نسيت اني انا اختك الكبيرة؟ انت الظاهر انك انت ما طبيعي. ما طبيعي؟ كيف يعني ما طبيعي؟ فهميني. يعني نسيت كيف تحترم اللي أكبر منك؟ وبعدين إيش اللي خليك تتهمني إني أنا دايما سرحانة؟ على العموم أنا آسف، بس أنا ما كنت أقصد، يعني كنت أمزح معاش. مزاحك بايخ ما يعجبني. خلاص هذه آخر مرة أمزح فيها معاش. وعن ابنك. ألو، اشتقت أسمع صوتك. اليوم؟ ما أعرف، أحاول. قلت لك أحاول. يلا مع السلامة الحين. مع السلامة. صديقتي بتري يما. طيب على فكرة ما شفتي صورتي البارحة؟ نسيتها هني على الطاولة. لا ما شفتها. وين أمين؟ في غرفته. ما نقول للشغالة تحط لش غدا؟ لا مالي نفس. ماريا You didn't see my banger. I've seen it. Your son, he took it. I mean, are you sure? Yes, madam.
ياخذ بليسك. ايش هذه الحاله يا امين؟ ايش هذا؟ ليش غرفتك بهذه الحاله هذه؟ وبعدين ايش هذه الريحه؟ ما في شيء امي، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ودي حجرتك كلها عرسه فوق وتحت. انا مستغربه يا انسان شلون قادر تعيش في هذه الغرفه وعلى هذه الحاله. انت ثيابك كلها ملثره على صوب. انت خلي عنك، انا بشيل كل شيء الحين. بعدين كل ثيابك وسخه، ليش ما تطلعهم برا علشان الشغاله تنظفهم؟ ثيابي ما وسخه، كلهم نظاف. بس انت اي نظاف الله يهديك، وريحتهم فايحه من بعيد. انت ايش دوري يا امي؟ ايش دوري؟ ليش كلها الكلينكس منثرهم في الغرفه ليش؟ لا حول الله. عطني خليك. ايش هذا؟ فلوس من وين؟ هذه الفلوس ما مالي. مال منو علي؟ مال صديقي فيصل. فيصل، فيصل ليش حاطه فلوسه عندك؟ أمين قل لي الحقيقة، ليش حط فيصل فلوس عندك؟ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، صدقيني يا أمي. لا لا يا أمين، لا لا يا أمين، هذه مو فلوس فيصل، هذه مو فلوس فيصل. أمين تكذب، تكذب، كذب يا أمين، كذب. ما يعني ما راح تقول لي الحقيقة من وين جبت الفلوس؟ ماما ارتاحي الحين، وبعدين نعرف موضوع الفلوس. ما راح اقدر ارتاح لغاية ما اعرف من وين جاب. يا امي انا قلت لك كل شيء عندي، وما عندي شيء ثاني ازيده على اللي قلته. ماما يمكن يقول الحقيقة وتكون الفلوس ما فلوس وفلوس فيصل. انت ايش رايك؟ نتصل بفيصل ونعرف منه الحقيقة. لو كانت هذه هي الحقيقة ليش كنت مرتبك لما قلت لي إياها؟ وإنت أصلا ليش ما استأذنت مني لما تبي تخلي عندك فلوس مثل هذا؟ وإحنا وين ياسين نشوفك؟ عشان نخبرك باللي عندنا ولا اللي نحتاجه؟ أمين أنت كيف تكلم أمي بهالأسلوب؟ بينك وبين نفسك مش هي هذه الحقيقة؟ ليش سكت الحين؟ انت الحين تفتكر لما تقعد تبكي تفتكرني ممكن اقوم اطبطب عليك وانسى السالفة كلها؟ ولا تفتكرني اني انا صدقت كل المبررات اللي قلتها؟ لا يا شاطر لا، مو علي انا. تريدي تعرفي اخوك المحترم من وين جاب كل هذه الفلوس؟ اخوك سرق سويرتي اللي نسيتها امس. واو هذا ثمنه. ايش؟ هذه هي حقيقة اخوك يا منى. وانتي ممكن تفسري لي ايش سبب كثر الاتصالات هذه وجلوسك في الغرفة طول الوقت وانتي مسكرة الباب على نفسك؟ قولي لي اياها من غير كذب. صدقيني ما ما في شيء. انتي واخوك جذابين، وانا لازم اعيد حساباتي معاكم. الو اهلين حسان، من وين تتكلم؟ مبروكين على تركيب التليفون، انا هذه المكالمه انتظرها من زمان. المهم خبرني كيف الاهل، شو اخبارهم؟ انا الحمد لله بخير. ايه ناوي ان شاء الله على الخميس الجاي باذن الله تعالى. تبوني هذا الخميس؟ ليش؟ ايش اللي صاير؟ مفاجاه. مفاجاه ايش؟ اي صح، ما بتصير مفاجأة لو خبرتني. على العموم انا ان شاء الله بكون عندكم بعد بكره على الساعة 5 العصر ان شاء الله. اقول حسان اعطينا كلام الوالد والوالدة.
ما موجودين؟ طيب سلم لي عليهم كثير. يلا مع السلامة. ايش من المفاجآت هذه بتكون؟ خلاص يا ابوي، غسان يوم الخميس الساعة 5 يكون هنا. اها ما خليتني شوية اكلم اخوك. بصراحة ما خفت عن تخبريه بالمفاجأة وتضيع علينا الفرحة الكبيرة. احسنت يا حسان ما قصرت. اسمع يا خميس، كلها يومين ونخلص من موضوع غسان وسلمى ونتفرغ لمرشد ومشاكله، وبكذا نكون قطعنا عليه الطريق. وان شاء الله ان شاء الله يا اخويا خميس بترجع لك مزرعتك مثل ما كانت وباسمك بعد. بيني وبينك يا سيف يا أخوي، أنا خايف. خايف؟ خايف من إيش؟ ما أعرف، أقول يعني يمكن غسان تكون عنده ظروف وما يقدر يجي في الوقت اللي أنتم محددينه حاله. أنا أقول يعني لو خبرتوه بدل ما تسووا له مفاجأة. لا يا أخوي يا خميس، غسان ما دام إنه قال كلمة وهو راضي عنها ما بيتأخر أبداً. أفا عليك أنت بس من هذه الناحية، أنا مطمن وريدك أنت بعد تطمن، وما دام أنه هو قال جاي معناته جاي. كلام أخوك صحيح يا خميس، ولا تشيل هم ولا تفكر. زين الله يجعل اللي فيه الخير إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. لكن أقول خميس إن شاء الله إحنا اليوم بعد صلاة العشاء بنمر عندكم البيت. حياكم الله يا غسان، حياكم الله وعلى العين والراس. قوم يا حسان سير عند أهل الحارة كلهم، قول لهم أبوي يسلم عليكم ويقول لكم ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل بعد صلاة العشاء ملكة غسان. قول لهم واحد واحد ومر على مرشد، سير له الدكان وإذا ما حصلت سير له البيت، أهم شيء أنك تبلغ مرشد. إيش؟ مثل ما خبرتك يوم الخميس بعد صلاة العشاء. حياك. بسيطة يا خميس ويا سيف، بسيطة. أنا فاهم هذه الحركة زيد. نحن صار لنا كم يوم نطلع من المعهد. كيف تريدنا نحضر المعهد وانت بكرة رايح البلد؟ أنا ما رايح سنة، رايح يومين وبس، خميس وجمعة. إن شاء الله ساعة واحدة بس لازم أجلس معك وأشوفك. زين يمكن ما برجع من هناك لوحدي، يمكن يكون حد معاي. إيش تقصد؟ أبوي وأمي. خوفتني، فكرتك بتجيب بنت عمك معك. سالفة بنت عمي هذه مضايقتنيش أكثر من اللازم ترى. يا بنت عمي ما أريد أكون لغيرك مثل ما أريدك تكون لغيري. أنا وعدك يا منى إن بنضل مع بعض على طول، وطول العمر بنكون مع بعض. لا بنت عمي ولا غيرها ممكن تأخذني منك. أحس نفسي جالسة أخسر كل شيء، مشاكل في الشركة ومشاكل في البيت ومشاكلي الخاصة. حتى بيتي صرت ما أعرف إيش جالس يصير فيه. ما أعرف يا رب ايش صار.
هذا الفتى هناك فتح الأجندة وطلع كل الأرقام تليفونات أصدقائه. لحظة، هذا اللي اسمه فيصل، أكيد تلاقينا عند فيصل بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي فايدة يا أبوي، تلفونه ما يرن، ما أعرف وش اللي صار فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هدي نفسك يا سيف، الله يهديك، لا تسوي في عمرك ذاك. خايف يا حفيظ، أنا خايف لا يفضحنا غسان وما يجي. أنا عازم الحارة كلها وقلتهم الليلة بعد صلاة العشاء ملكة، ولو ما قف فضيحة. هو بصراحة بيني وبينك أنا وحدي بديت أخاف، يعني فضيحة نعم، ومشكلة لو غسان ما جاء. الغلطة غلطتي إني شرت عليكم بهذا الشور، وانت الله يهديكم لا اعترضتوني ولا شيء ولا قلتوا لا. الكلام هذا تو ما منه فايدة يا سيف، خلينا نفكر في الموضوع. إذا غسان ما جاء إيش ممكن نسوي؟ إيش ممكن يعني نسوي يا حفيظة؟ إيش ممكن نسوي؟ حسان الله يخليك يا ولدي، اتصل بأخوك قول ليش ما جيت؟ ليش ما جاء هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو غسان، وينك بقى؟ مالك تأخرت كذاك؟ الجماعة خيفانين عليك؟ وين انت الحين؟ هنا في البلاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة والدي. الله يسلمك يا مرحبا. الله يسلمك. خير إن شاء الله. سمعت إنه في مفاجأة. أكيد في مفاجأة، أنت تعال اجلس وبنخبرك بالمفاجأة. جلس سريع. خير، يلا شوقتوني، شو هذه المفاجأة؟ يلا تكلم شي، ما تخلي الوليد كذاك الله يهديك، ترى ما في وقت، الوقت يمشي. اسمع يا غسان، بعد ساعة من الآن بتكون ملكتك على بنت عمك خميس. Thank you.
حسان سير شوف اخوك ليش تاخر، استعجله الناس باغين يسيروا. ان شاء الله ان شاء الله الوالد. بسرعه بسرعه. غسان خلا بقى تحرك، ترى تاخرت اكثر من اللازم. خير مالك حسان؟ اخوك قبل شويه طلع راح المسجد. لكنه بعده ما قام، ما نحن قاعدين ننتظره من ساعه. ايه ما وصل المسجد، حكي بيكون رجع البيت. هذا الولد هين راح؟ ما موجود. واش باغي بعد؟ انا جاي اقول لك كلمتين وساير يا خميس. الظاهر غسان ولد اخوك ما يريد يتزوج بنتك، شفته طالع بسيارته من الحاره والناس المسجد هناك يترجونه يجي عن الفضيحه. لكن اسمعني، اذا تورطت بشيء انا بعد تراني اريدها البنت. وفكر في كلامي يا خميس. اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك. الله خذلك دفرني والله، لكن ما بيأس، بعدني وراك يا خميس. هو فضيحتك يا سيف، وفضيحتك قدام الناس. يعني ايش؟ هرب. حسب ما قال في رسالته يا ابوي انه ما يريد يتزوج سنة، وعشان كذاك هو هرب. ليش؟ ليش سويت فينا كذاك يا غسان يا ولدي؟ ليش؟ لا لا يمكن يا ناس، لا يمكن غسان يسوي كذاك. غسان عاقل يا ناس، غسان عاقل. يا ابوي غسان سواها وهرب، حتى الشنطه اللي جابها معاه ما موجوده، معناها انه رجع مسقط مره ثانيه. مصيبه مصيبه. سيف سيف مالك يا سيف؟ مصيبه مصيبه يا ناس، قولوا لي ايش اسوي، قولوا لي ايش اسوي. سيف صحيح الكلام اللي سمعته؟ صحيح 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 يا اخوي الخبير، صح يا فضيحتي قدام المعازيم. انا عازم الحاره كلها. الله يسامحك يا غسان، الله يسامحك يا ولد اخوي. سيف اخوي انا ما بقى ازوج بنتي حال مرشد، ما بقى ازوجها حال مرشد. ساعدني يا اخوي، شوف لي صرفه معاك. انا مستعد باللي تقوله يا اخوي، قول انت ايش تريد بس وانا مستعد. اسمع يا سيف، أيوة.
مفحة.